يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قلتم حفظكم الله أن مدعي علم الغيب كافر وأنه من رؤوس الطواغيت. نعم. السؤال: الذي يصدق هذا الطاغوت في ادعائه لعلم الغيب هل يكون كافرا بالتصديق؟ نعم، إذا كان عالما بذلك، عالم أنه كاذب، وأن فإنه يكون كافرا مثله، لأنه وافق على الكفر. نعم. أما لو كان جاهلا ولا يدري، فهذا يبين له، يخبر، يوضح له. فإن أصر وبقي على تصديق من يدعي علم الغيب فهو كافر. نعم.